منتابع حلقتنا مع ضيفتنا لليوم دانيا قصار، مديرة قسم التسويق والإعلام بفرانسا بانك. أهلا وسهلا فيك دانيا. بعيدا عن الحسابات والأرقام، فرانسا بانك عنده لجنة فنية يلي عم بتنظم، ومن 1998 شيء اسمه جبل يلي هو جون أرتيست دي بوزار دو ليبان، مبادرة بتنظموها كل سنة لتطلقوا الفنانين إن كان بمجال التصوير، الرسم أو النحت. مزبوط، السنة عم ترجعوا تنطلقوا عن جديد بدورة جديدة لجبل. مزبوط، لحنا عملنا بمؤتمر صحفي من كام يوم أعلننا إطلاق دورة جبل 2013، وفي هلا يعني كل الفنانين اللي بحبوا يعرفوا عن اعمالهم في عندهم لحديث 30 مارس حتى يقدموا البورتفوليو تبعهم للجنه مختصه ومحترفه. هي هلا بتعود من بعد ما بيقدموا البورتفوليو تبعهم، بتدرس الاعمال والابداع تبعهم، وبنعود بننقي منهم تقريبا حيكون عم نتناقش 30 فنان جديد بالمجالات اللي قلتيها اللي هي رسم او نحت او فيديو او تصوير، او حتى في شيء اسمه هلا انستوليشن تجهيزات. مزبوط، وساعتها بده يصير المعرض من 8 ل 12 ماي بفندق الجراي ببيروت. نعم. ولحنا هلا يعني عم نجرب نجمع ونعلن عن هيدي المبادرة حتى يجي أكثر عدد مبدعين حابين يعرفوا عن حالهم. نحن منفتش إجمالا أكثر شيء عن الفنانين يلي بعد ما طلع لهم فرصة يعرفوا عن أعمالهم، أو ما عرضوا بجاليريات، أو ما إجتهم الفرصة يعني يكونوا عم يعرضوا أعمالهم بمحل وبسيت أب فني ومحترف حتى الناس تعرفهم وتدعمهم وتشتريهم، وحتى يعودوا يقدروا يضلون عم بيكفوا بهيدا المهنه ويكفوا يفرجوا. سيدي قصار، يلي حابب يشارك بهالمعرض بايار شو لازم يعمل؟ شو لازم يقدم؟ كيف يتواصل معكم؟ نحن هلا لحديث 30 مارس في عنا عم نتلقى طلبات، في ابلكيشن موجوده على السايت تبع فرانسا بانك www.francabank.com، في سكشن يعني مخصصه جواتها في الابلكيشن. هلا شو في على الابلكيشن؟ في سي في، صور، وبعدين لازم يعني يبعث لنا كم صوره من الاعمال تبعوله. هلا اللجنه الفنيه بدها تجمع كل هدول الاعمال وتبلش شوي تدرسهم، واكيد حيصير في بعدين متابعه معه، يعني بيتصلوا فيه، يمكن بيطلبوا يشوفوا اشياء اكثر، بينزلوا لعنده على الارض، بس انه حتى يبلش في اول بري سيلكشن. ومن بعد ما يتنقى تقريبا حنكون اخذين بين 30 و 40 ارتست، بدنا نعمل لهم ساعتها كتالوج، في متابعه من قبل هيدي اللجنه، وتحت نشوف شو بده ينعرض على المزبوط، كيف بده ينعرض، يعني في سينوغرافي، يعني اشياء عن جد على طريقه كثير محترفه عم نجرب نعملها حتى نعطيهم اكثر فرص ممكنه للنجاح. نعم، الاشخاص اللي بدهم يقدموا طلبات ما بعرف قديش بيكون عددهم اجمالا، قلتي لي بتاخذوا بين 30 وال 40، على اي اساس بتنقون؟ هلا نحن بدنا اللجنه الفنيه بدها تشوف يعني اذا هالعمل فيه يلي بيسموه فاليو، يعني عن جد فيه ابداع، قيمه مضافه، فيه ابداع، فيه طريقه الواحد يتصور الاشياء العاديه بطريقه غير من ما الناس بتشوفها عاده. هو يلي عم بيصير لما اول شيء بلشنا جبل ب 98 كان بعد يعني الفن اكيد هو بضله فن، بس هلا الكرياتيفيتي كثير زايده، والناس صارت متطلباتها لما بدها تروح تشوف عمل فني كمان صارت كثير، والناس واعيه وشايفه وواصله تقرا صح وتشوف صح الاعمال كتير، يعني عم الواحد فيه يشوف من أكبر المبدعين ومن أحلى الأعمال، ما بقى بيتقبل أنه يشوف عمل يكون أقل مستوى. هيدا الشغلة اللي احنا عم نجرب نعملها، وهيدا هو إذا بدك يلي التشالنج تبعنا، أنه حنجيب فنانين بعدهم عم ينطلقوا، بس بدنا نجرب نفرجي قديه هن أصلاً عندهم بوتنشل حتى ينعرفوا وينشهروا اكثر، وحرام كانوا يضلهم
يعني بالعتمه او لازم يبينوا على الضوء يعني. لازم يبينوا. سيدي قصار خلينا نستعرض يعني اكثر من 500 فنان من انطلاقه هالحدث هذا بال 98 لليوم شاركوا معكم بهالمعرض. اذا بناخذ فكره عن ابرز الاسماء اللي اليوم صرنا بنعرفها وبنتابع معارضها وكانت بالبدايات من خلال جبل. نحن بلشنا ب 98 كنا نعمل جبل بكل المناطق اللبنانيه حتى نروح نجيب الفنانين محلهم وكمان كل العالم يعني مش انه بس احتفال لبيروت او للعاصمه، بكل مناطق الناس تقدر تروح وتشوف وتتعرف ويكون عندها هالحس يعني. بطرابلس ب 98 شارك معنا ايمن بعلبكي يلي ما بقى بتعرف عنه. ايمن بعلبكي اكيد لمع كثير ولبنان كثير فخور فيه. من المشاركين بعده معارض كمان لانه ما حاتذكر كل واحد باي معرض شارك، في عنا محمد سعيد بعلبكي، رندا هرمس، في تالين كيليكيان مثلا، في مازن خداج وغيرهم وغيرهم ما حاسرد كل الاسامي، بس هدول الفنانين غير انه فخر مشينا نحن يعني بنشوف حالنا انه عرفنا نقيهم، بمعنى انه لما طلبنا منهم او لما تنقوا تيكونوا مشينا كان بمحله الاختيار تبعنا، وان شاء الله يكون يعني نحن دائما يمكن هدول الجداد